أهلا بكم. أعلنت هيئة رئاسة الأركان التركية اليوم الأحد تدمير 18 موقعاً تابعاً لحزب العمال الكردستاني شمال العراق في غارات جوية شنتها مقاتلات تركية. أكد السفير الأمريكي في اليمن أنه لا يمكن التهاون مع مساعي إيران لفرض هيمنتها في اليمن، وشدد السفير على دعم بلاده للشرعية في اليمن ومساندة موقف السعودية والتحالف ضد ميليشيا الحوثي التي شبه خطرها بالقاعدة. قال متحدث باسم مركز روسي للمصالحة في سوريا أن المفاوضات مستمرة مع قادة فصائل الغوطة لإخراج الدفعة الثانية من مسلحي هيئة تحرير الشام. كذلك أعلن وجهاء الغوطة الشرقية تكليف فيلق الرحمن بالقيادة المركزية للمنطقة، مصدرين بيانا يشدد على الثبات في الغوطة مهما كلف الأمر ورفض خيارات الاستسلام والتهجير. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المزاعم بشأن استخدام الجيش العربي السوري أسلحة كيميائية مفبركة وتصب في مصلحة الإرهابيين، وقال بوتين أن روسيا لديها معلومات مؤكدة بشأن تخطيط المسلحين لتزييف وفبركة هجمات كيميائية يلقون بالمسؤولية فيها على الجيش السوري. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة.com.